عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: توفيت امرأة ولها ابنان وثلاث بنات وأم وأب، والتركة 700,000 ريال، كم نصيب كل وارث؟ نقول: أولا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ونوصيهم أيضا بأن يقوموا بقضاء دين هذه المتوفاة رحمها الله إذا كان عليها دين وتفقدوا ذلك، ونوصيهم أيضا بأن ينفذوا وصيتها إن تركت وصية، وإن لم تترك وصية فيستحب لهم لو أخرجوا ثلث المال عنها وجعلوه في الصدقات الجارية وفي أعمال البر والخير، فيتذكر هذه الأم. للنساء ينسى، تمر به الأيام فينسى ما يقدمه لوالديه، ممكن في حرارة الموت شهر شهرين ثلاث إلى غير ذلك، بعد ذلك ربما بمرور الأزمان واندراس الأوقات والأعمار الإنسان ينسى، فتبقى هذه الصدقة الجارية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسب الرجل في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: من علم ينتفع به، من صدقة جارية، من ولد صالح يدعو له. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيضا وضح بأبي هو وأمي من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولما بين سبع يجري للميت أجرهن في قبره بعد موته. وهذه السبع الجميلة أيها الكرام الفضلاء إذا تأملناها يعني هي في إمكاننا جميعا أن نقوم بها، فلذلك لا ننسى هؤلاء الأموات من مثل هذه الأمور وهذه الأعمال الطيبة. قال: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت أم سعد بن عبادة كما عند مسلم قال: إن أمي افتلتت وكنت غيب، يعني كنت غيبا ما كنت موجود، ولو كنت موجودا لأوصت، فماذا أفعل لها؟ قال: عليك بسقي الماء، أفضل الصدقات سقي الماء، إلى غير ذلك. نعم، نأتي الآن إلى المسألة الفرضية. هذه المسألة الفرضية: الأم لها السدس والأب له السدس فرضا، وبعد ذلك الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أعني الذكور والإناث، فتكون المسألة على 42 سهما، على 42 سهما، الأب 6-7 أسهم، الأم 7 أسهم، كل بنت 4 أسهم، كل ولد 8 أسهم، وعليه الأم يكون لها 166,666 ريالا و60 هللة، والأب كذلك 166,666 ريالا و60 هللة، وكل ولد ذكر له 133,333 ريالا و30 هللة، وكل بنت لها 66,666 ريالا و60 هللة. صلى الله عليه وحده عليه وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تعيير صوتيا في ليلة السبت لثلاث خلونا من رجب لعام 43 و400 من يتعدى عليه الصلاة والسلام. وأنوه وأقول: لم يصح خصيصة في شهر رجب، يعني لا يخص لا بطعام ولا بشراب ولا بصدقة ولا بقيام ولا بعمرة إلى غير ذلك، إنما هو شهر حرام، فلا نظلم فيه أنفسنا بالمعاصي والآثام. صلى الله عليه وحده عليه وصحبه وسلم. اللهم ارحمها، اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، واحفظ تعاطاتك وارزقني بالرها يا رب العالمين، ويسر أمورنا وغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك المتقين. صلى الله عليه وحده عليه وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.